السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم رشيد النوفي تي في. عدت من جديد وعودة ميمونة إن شاء الله، بعد غياب ديال واحد شهرين تقريبا إن شاء الله. غياب اللي كان واحد بلوكاج ديال أنني نخدم على اليوتيوب، كانت الضغط ديال بعض الظروف وكذلك الدخول المدرسي والانشغالات ديال الدخول المدرسي. عدت لكم من جديد مجموعة من الأفكار، مجموعة من المشاركات في هذا اليوتيوب. دوك هذا النهار طاحت عندي واحد الفكرة، وقعت في واحد لا سيتياسيون بروبليم، بغيت نحيد عندي واحد الحديدات عندي في السطح ديالي، وعندي السوارت ما كاينش عندي في الدار، عندي في بلاصة أخرى. بقيت كنقلب على الحل، كي غندير ضروري اي حاجه وقعت في سيتياسيون بروبليم خصك تلقى ليها الحل، يعني كيف ما كان بابسط الشروط بابسط الوسائل. دونك المشكل اللي وقعت فيه هو هذا، يعني مسائل بسيطه كنشاركها معكم، ربما انتم تطيحوا في هذا المشكل البسيط ديال شي حاجه ديال البريكولاج وتلقاو الحل. يلا دوزوا معايا نشوفوا المشكل اللي وقعت فيه. دونك كما كتلاحظوا كان عندي الحديده هذه هنا، الحديدات كنت درتهم في العيد الكبير باش كندير واحد الدراقه من الشمس. دابا بغيت نحيدهم هنا، بغيت نحيد هاد الحديدات هادو. هنا خصني السارو ديال 13 حتى البانس الا كانوا مزيرين، البانس ما يحلهمش الا كانوا مزيرين. دونك الوسيله باش يمكن لكم تحلوهم ما عندكم الساروت، يمكننا نستعملوا هاد الكروفيس، اما هذا ومن الاحسن يكون طويل وكي يتريكل. يعني هاد الكروفيس عندك فيه بزاف ديال السوارت، فيه 13 فيه 14 فيه 15 فيه 16 ل 20 22، يعني جميع السوارت، كل سارج كتاخذ القياس ديالو. دونك كما كتلاحظوا دابا هنا غادي نقوم بالعمليه وغتلاحظوها معايا، وغنحل هذا لان البانس يقدر ما يتحلكش ويقدر يتفوره، يعني هذا غيحلو بواحد الطريقه بسيطه. دونك هنا الا كان هاد الكروفيس طويل ما غتستعملش البانس، يعني غير غادي دير له هكا. لاحظوا معايا غتزيرو هكا على حساب العبار، شتي كان طويل غدور هكا وغيتحل، شتي. دابا بان انا عندي قصير غادي نضطر انني نعاود البانس، كان دابا طويل غتشد من هنا وغدور هنا كما كتلاحظوا. انا غير غادي نضطر انني، لاحظوا معايا شنو صافي سالوت، عندي سالوت هانتوما كتلاحظوا، غندير ها هنا. وكما كما قلت لكم كان هاد عنده حديده طويله غندورها غير هكا، ما نحتاجش هاد البانس. ومن الاحسن يكون عندكم ديما في الدار هذا، غتستعملوه في جميع يعني البولون اللي عندكم في الدار. دونك وكدور وتكمل دابا هكا كومسا. حنا حلينا الواحد، دوك ما لقيتش الساروت باش نحل، اضطريت انني نقلب على الحل، هو انني لقيت كروفيس هانتوما تلاحظوا معايا لتحت. انا عاوتاني نفس العمليه، هنا كانت عندي القبضه لو لوفي، غيكون لو لوفي غتحل حتى دابا يمكن يتحل، ويني ضروري تعاون بالبانس. اوب عمليه بسيطه جدا، شوف اوب اوب عندي كيطيحوا شتي. دونك ها غير كتحلوا شويه كتكملوا بيديكم تما. ملي كتكون عنده القبضه كتجي العمليه سهله كما كتلاحظوا معايا، هذا تحل. ممكن لكم تطبقوه على جميع لي ديس اللي عندكم، سواء ديال 13 14 15. وحنا حلينا الحديده ديالنا، حيدتهم باش ما يتسداوش. هنا عاوتاني نفس العمليه كما حلينا الحديده الثانيه، هوب الحديده الثانيه هذه ها هي نفس العمليه. هوب بسيطه، اسهل ما يكون. جميع انواع ليكرو فيس، جميع ارقام كتحلها غير شويه الفوق. عاوتاني نفس العمليه كما كتلاحظوا، يعني كتاخذ القياس ديالها كتريقل على القياس ديال صافي عندك. هوب يعني بقيت كنشوف كنقول كيفاش غندير نحل، البانس ما غيحليش، كنقول كي غندير وكنكمل العمليه بيدي. مازال كما كتلاحظوا اصحى شويه، ضروري تكمل
شنو مليد ما شوف نعطيكم نصيحه، ديما الحديد تخدم مع الحديد، الحديد الحديد، الخشب تخدم مع الخشب، على الاخر دونك الحديد ما عمر تقول غنحل شي حاجه بيدي ونحلها، دير هنا ما تقولش شي حاجه يدي وغنحلها يدي نحلو نحل الحديد بيدي، ما يمكنش الحديد كيخدم مع الحديد. شي هادي 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 قاعده مسلمه هادي تكون عندكم. ايه هوب 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 الحديدات ديالي كما كتلاحظوا كانوا كيتصداو. كنتمنى تكون الفكره راحتكم، فكره بسيطه يعني باش نحصل على السوات باش كنحل البولونات ديالي. يمكن لي نستعمل غير كروفيس وديك هاد الكروفيس بحال هكذا كما كتلاحظوا، هنا غادي يكون مثلا ديال 10 ديال 12 ديال 13 14 وهي غاديه تكون عنده لو لوفي باش يمكن لك تدور. كنتمنى تكون راحتكم الفكره، الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم ترجعوا تشوفوا الفيديوهات ديالي، ترجعوا تساندوني لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وانا معكم من جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. We'll be right back.